قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى ولاية سوقهراس، حيث تناشد عائلة بالهانية وزارة الصحة للتكفل بحالة ابنها صابر الذي هو في أمس الحاجة إلى إجراء عملية جراحية خارج الوطن جراء إصابته بشلل نصفي تشنجي، بالنظر إلى وضعيته الصحية التي تحولت إلى قضية رأي عام بولاية سوقهراس. التفاصيل مع رشيد مقدم. في بلدية مدوروش بولاية سوقهراس يرقد الشاب صابر بالهانية في العقد الثالث من العمر على فراش المرض، حيث الداء والأعراض وألم الظهر. صابر يعاني من شلل نصفي تشنجي حول حياته إلى مأساة في انتظار أهل الخير لمساعدته من أجل إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات الفرنسية نظرا لحالته المعقدة. دروك تحت من أوبيراسيون تروازيام هنا قالوا لي صعيبة، قلت حتى متالية باش نديرها في أوروبا، واتصلت بمستشفى في فرنسا وقبل لي الملف ودركا جاتني في تكاليف العملية، تقدر العملية بأربعين ألف أورو. الوضعية الصحية المتدهورة للشاب صابر حركت ضمائر أبناء مدينة مدوروش، وهب الشباب إلى فعل الخير وجمع التبرعات، بينما فشلت الجهات المعنية في التكفل بصابر وأمثاله. الناس الفقراء مساكن هما اللي يمدوا، هما اللي يعاونوا، هما اللي ينشطوا، هما اللي قاعدين ينشطوا في الشيء هذا، والحمد لله بربي إن شاء الله راه يبر على خير وعافية ونطلبوا له الشفاء. ينجم باش ينوضنا خونا صابر، إلا ما نوضش خونا صابر أنا ما عادش نخرجوا من الدار كما قال خونا عزوز، لوين رانا قاعدين، أنا واقفين باش نضاروا ونخرجوا. وفي انتظار جمع المال المخصص للعملية الجراحية المقدر بأكثر من 44 ألف يورو، لا يزال فرسان الخير بمدور يتفاعلون مع قضية صابر التي أمست حديث العام والخاص في مدوروش. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.